وختام حطتنا لليوم عن مبتكر علمي رح يوفر لكل من فقد طرف له إمكانية عودة الحركة. هالمبتكر للطالب علي الباكير من طلاب الهندسة الطبية بجامعة تشرين. رح نتعرف أكيد عن الابتكار العلمي مع ضيفنا علي. يسعد صباحك وأهلا صباحك وسهلا انسي، فيك. صباح الخير، أهلا صباح وسهلا فيك النور علي. يا هلا. يعني اليوم عم نحكي عن اختراع جديد، يمكن اليوم نحن فعلا بحاجته بظل الحرب، وقدين عكست فعلا من مشاكل وإصابات. خبرنا أكثر عن هذا الاختراع علي. طبعا مثل ما بنعرف نتيجة الحرب اللي مرت علينا بالبلد في كثير من الناس خسرت أطراف منا، وخاصة رجال جيشنا العربي السوري. طبعا هنن فينا نعتبر انهم قاموا بالتضحية بهذه الأطراف دفاعا عنا لحتى نحن نقدر نكمل مشوارنا بالتعليم أو حتى نعيش حياة بسلام. طبعا مثل ما بنعرف هلا سوريا عم تمر بفترة إعادة الإعمار، وصار من واجبنا نحن إنه نقدم شيء لهالجرحى انطلاقا من الفكرة اللي بدنا نسميها إعمار الجسد. لازم نحن نقدم لهالجرحى هودي أجهزة ممكن أن تساعدهم وتغنينا عن قطع خارجية. طبعا هذا الكف أنا صممته للجرحى المبتوري الكف، في يساعد حالات ثانية اللي عندهم شلل واللي عندهم بتر بالأصابع. فينا نشوف الابتكار؟ طبعا الكف حاليا هو عبارة عن نموذج للشرح مثل ما انكم شايفين، ما راح يكون هيك شكله وقت بدنا نقول للمرضى، راح يكون شكل اليد الحقيقية تماما. هو بيصير بشكل هيكل ومنلبسه نحن هذا القفاز التجميلي لحتى يبدو بشكل اليد الحقيقية تماما. طبعا حاليا عم يشتغل على بطارية 12 فولت، البطارية راح تكون اصغر من هيك وحجمه راح يكون اصغر من هيك بكثير. نحن بنصمم الكف حسب كل إصابة، مثلا إذا كان الشخص كبير إذا كان صغير، يعني طفل صغير فينا نركب له إياها، امرأة رجل، هي اللي هو من عمل القياسات ومن على الأساس هذا مصمم الكف الاصطناعي. طبعا تركيبه راح يكون بسيط، اللي عنده بتر بيده التنتين إنه بيقدر لحاله يركبه ويستغنى عن الناس اللي حواليه موضوع تركيبه. من ركب أول شيء الحساس على عضلة الساعد بحال كان فيها ضمور، عند بعض الحالات نحن فينا نركبه على عضلة البايسبس. تركب بهالشكل البسيط هذا. طبعا ما راح يتركب هو للمبتوري بهذا الشكل، راح يتركب بوصلي تصنع حسب شكل البتر. بس يعني خلينا نقول هلا عم نشوف الشكل المبدئي، هو عبارة عن نموذج للشرح فقط. نعم، شكل مبدئي بس، هو أهم شيء إنه الفكرة إنه نحن خلال هذا النموذج قدرنا نوفر كمية أموال هائلة. نعم، يعني بدل ما يكون سعره من 10 مليون وفوق قدرنا نعمله بتكلفة كتير قليلة. وبيأدي الوظائف نفسها طبعاً. بيأدي الوظائف أفضل كمان. نعم، من القطع المتوفرة حالياً. هلق بنحكي عن القطع المتوفرة. يعني علي مثل ما عم بنشوف في سهولة كمان بالتركيب مثل ما قلت، لحتى طبعا مجرد اني ركبته صار فيني اتحكم فيه بكل بساطة. في عند المبتور كف ايده شيء بنسميه الكف الشبحي، هذا بيقدر يحركه المصاب بشكل كأنه ما يحرك ايده تماما، يعني كأنه ما يحرك اصابعه تماما، في شيء بيشعر فيه هو غير موجود. وقت اللي بيطبق المبتور الكف كفه الشبحي بيطبق الكف الاصطناعي، طبعا الاستجابه كثير سريعه لحتى سريع. انه يبدو كانه عم يطبق الايد الاصطناعي المصاب. مثل ما انكم شايفين في 2005 اصابع، كل اصبع له 3 مفاصيل، مشان نحن وقت اللي بدنا نمسك اي شيء يلتف الاصبع لحتى ياخذ شكل الشيء المطبق عليه ونحقق اكبر ثبات ممكن. طب مثل ما انكم شايفين بيقدر يمسك احجام واشكال مختلفه، اضافه انه ضايف له ميزتين اساسيات. هلق الشغل يعني الشغل فيه شوي ضعيف، بس انه عم نشتغل على التطوير، هي مسك القلم والملعقه. هلق بالشكل النهائي رح يمسك القلم والملعقه بشكل ممتاز، حاليا بيمسكوا بس مو هالشكل الممتاز. بس يعني عم تعمل على تطوير أيوة. هذا الموضوع. طبعا رح يكون الشكل النهائي يمسك القلم والملعقه، طبعا هالشيء بيغني عن موضوع ممكن ما بده ياكل بده يشرب بده حد يساعده، طبعا هذا الشيء بيسبب له احراج وبيسبب له كثير ازمات نفسيه، يعني احيانا بيمروا بازمات نفسيه كثير من موضوع تناول الطعام او الشرب. يعني نحن فينا نفكر باللي عندهم بتر بالكفين كيف راح يعيشوا حياتهم. طبعا هذه فينا نحن نركب كفين
الكترونيات حتى المبتورات كفا ديات التنتين. يعني شيء مميز علي اللي عم نشوفه اليوم انه هذا الشكل الاولي، لكن في تطوير لحتى يمكن نصغر شوي او اكثر حجم البطاريه لحتى يكون في استخدامات اوسع، وايضا في مراعاه كبيره للناحيه التجميليه. اليوم هي الوظائف والخصائص كلياتها بمبالغ يمكن كثير بسيطه مقارنه باللي كنت عم تحكي عنه، على انه في مبالغ هائله ممكن توصل لل 10 و20 مليون. طبعا لما بلشت الشغل على هذا الكف الاصطناعي انا عملت شويه ابحاث عن الاطراف الاصطناعيه الموجوده هان خاصه محليا يعني المتاحه للمصابين عندنا، بين انه في 3 نوعيات من الكف الاصطناعيه. التجميلي هو بس منظر شكل، الميكانيكي هو بيتحرك بصعوبه جدا يعني هو ما له عمليه ابدا، والالكتروني. الالكتروني المتاح حاليا هو عباره عن 3 اصابع متحركه بيربط بيناتها مفصل واحد، يعني حركته كثير ركيكه وصعبه. بلشت اعمل انا بالبدايه بلشت اشتغل على كف اصطناعي اكثر تطورا، يعني بيتحرك 5 اصابع باستخدام الاشارات الدماغيه. تبين فيما بعد انه اذا بدنا نشتغل نحن على الاشارات الدماغيه رح تكلف كمان التكلفه كثير كبيره، يعني نحن ما رح نستفاد شيء، رح نعمل نفس القيمه المستورد. فكرت بطريقه ثانيه انه نحن بدل ما نعمل شيء معقد وعملي نعمل شيء بسيط وعملي. فكرت كثير افكار لحتى قدرت انه صنع هذا الحساس. طبعا هذا الحساس بينصنع 28 طريقه مختلفه لحتى يقرا اوامر عضليه باي يتركب على اي عضله بدنا اياها، يعني مثلا عضله الساعد، عضله الباط، عضله البايسبس، اي عضله بدنا اياها لحتى يقرا حسب مكان البتر. خلينا طبعا بيميز هذا الكف انه بيتحرك 5 اصابع، رح يكون ضد المي بشكل كامل بشكله النهائي، رح يمسك القلم، رح يمسك الملعقه، واهم شيء المنظر كمان رح يكون بشكل اليد الحقيقيه تماما. اكيد يعني نحن كثير فخورين فرح بهذا المنتج. اول شيء امكانيات كثير بسيطه اللي انت عم تشتغل فيها علي، اضافه للهدف الكبير واللي هو انك تساعد كل مين فقد اي عضو من اعضائه. احنا بنعرف انه كان حلمك تكون بكلية الطب، ولكن بسبب استشهاد اخو حضرتك خلال فترة الدراسة ما قدرت انك تفوت كلية الطب. اليوم وبعد ما وصلت لهالشي بهالمجال حاسس انك قدرت توفي شوي من حقه. طبعا خي الشهيد يوسف محمد باكير استشهد منذ حوالي 5 سنوات. طبعا هالشيء اثر على دراستي واثر على مستوى تعليمي، بس هالشيء يعني مثل ما بيقولوا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انا كنت احب لما كنت صغير كنت احب اصنع اشياء، اخترع اشياء، كان هدفي انه بالمستقبل اني اصير مخترع. بس الطب كان هو مثل هدف لإلي انه تكون من المتفوقين، يعني بنعرف انه الطب هو اعلى شيء عندنا بسوريا. كنت انا بتمنى انه ادخل الطب لانه هو اعلى شيء، ما كنت بعرف شيء اسمه هندسه طبيه. صار الشيء وقت اللي كنت مقدم على المفاضله تبين انه في شيء اسمه هندسه طبيه، يعني ما كنت عارفان شو هي. عجبني الاسم رحت سجلت ثاني رغبي طلعت لي، يعني تحقق حلمي بالدخول للفرع اللي انا بدي اياه. صرت يعني بدون هذا الاختصاص اللي انا دخلت فيه صرت ادمج بين موهبتي وتعليمي لحتى انه اعمل اختراعات قدرت تفيد وصرت قادر الناس. تساعد الناس. نعم. يعني علي بدنا نقول الرحمه لجميع الشهداء. نحن فعلا فخورين انه حضرتك فكرت بهذا الجانب وباشخاص قدموا كثير لهذا الوطن، وهن فعلا بحاجه كمان لاشخاص تقدم لهم وتوقف معهم. اليوم هذا الاختراع اللي خلينا نقول ببداياته، شو بيتطلب علي لحتى فعلا يصير منتشر ورائج يعني جميع محتاجين للأطراف الصناعية يقدروا يقتنوا؟ طبعا هذا الكف الاصطناعي ما بيساعد بس الجرحى، نحن بنعرف انه سعره كثير قليل، يعني حتى اي شخص فقير هو بعازته بيقدر يشتري مبلغ قليل. يعني هلا حاليا الدراسات تبين انه راح يكون تكلفته حوالي 50,000 ليره سوري. طبعا هذا المبلغ بسيط يعني بيقدر اي شخص انه يتمكن منه. بس المشكله هلا بنواجهها انه الكف التجميلي شايفينه ما في منه مصنوع بسوريا. اما بدنا نلاقي طريقه لحتى نقدر نصنعه هون بسوريا او بدنا نضطر انه نستورده، سعره حوالي 100 دولار، يعني تكلفته كمان رح تزيد من سعر الكف، بس ان شاء الله بنقدر نلاقي الحل. نحن فكرت علي كمان تقدر تلاقي هذا الحل؟
نعم فكرت كمان ممكن طبعا انا هلا عم بشتغل على كف تجميلي بس مو بجوده هذا، عملت واحد بس مو انه كف بجوده هذا، هذا صناعه فرنسيه يعني حتى الدول المجاوره ما بتقدر تعمل منه. يعني اكيد اليوم كل مين عم بيتابعنا عبر شاشه الاخباريه السوريه وبيقدر يدعم علي ويدعم مشروع علي اكيد رح يكون يتواصل معنا لحتى نوصلك فيهم. علي هذا الشيء كثير مهم لبلدنا مثل ما حكينا الفتره هي وحتى الفتره القادمة، هل في مشاريع تانية خطرت ببالك تشتغل عليها إضافة إلى هذا الكيف؟ هلا بالبداية إنه حكيت لحضرتك إنه بفيد إنه الاقتصاد عندنا بالبلد، يعني هذا الكيف غير متاح عالميا مو بس عندنا بالبلد، يعني نحن فينا إذا عملنا معمل فينا نصنع كميات كبيرة خلال شهر واحد، يعني بالعامل الواحد يقدر يصنع الكف بيوم واحد. طبعا هذا فينا نحن نصدر كميات كبيرة للدول المجاورة. طبعا نحن هلا عم بشتغل عليه لحتى اعمل معملي الخاص ولحتى نحن نقدر واي جهه حابه انه تساعد وتقدم دعم لهالمشروع الانساني فيهم يتواصلوا معي على حساب الخاص او على رقمي على الواتساب، يعني ونحن بننسق بيناتهم لحتى نقدموا افضل صوره ممكن. اكيد علي نحن كمان من ضمن صوتنا على صوتك، نتمنى جميع الاشخاص يلي فعلا بيقدروا يدعموا هذا المشروع يساهموا بنجاحه اكثر يتواصلوا مع حضرتك او حتى معنا على صفحه الاخباريه السوريه. كلمه اخيره علي بتوجهها لجميع الشباب يلي عندهم افكار يلي عندهم طموح وقادرين فعلا يقدموا شيء لهذا البلد. بالبدايه رح اوجه رساله للجرحى الجيش العربي السوري، طبعا ما يفقدوا الامل، اي شخص مهما كانت اصابته يضل عنده امل بابناء سوريا بطلاب سوريا، في مشاريع كثير حلوه عم يشتغل عليها الطلاب السوريين لحتى نحن نقدر نساعد هالجرحى. طبعا بنوجه رساله كمان ثانيه للجهات المعنيه لحتى تقدر تدعم هالمشاريع وين ما كانت تكون باي جامعه كانت، حتى انه الطلاب تقدر توظف افكارها بالشكل الصحيح. اكيد بدنا نتشكر وجودك معنا علي واكيد بنضم صوتنا لصوتك وان شاء الله يا رب هيك بجهود شبابنا السوري نقدر انه نحن نسد كل الثغرات اللي انوجدت وانضمت كل الجروح اللي موجوده كانت خلال فتره الحرب. شكرا لك. اهلا وسهلا.